إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من خلال البث المباشر هنا من منطقة عين السلطان. للأسف الشديد الصورة الصادمة، شنو غادي يمكن لي نقول بعد ما نشوف لأن العين ديال السلطان ما بقاش كتجري، نشفات هنا بطبيعة الحال في هذه المشاهد. مشاهد مأساوية هنا من عين السلطان متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، مشاهد مأساوية للأسف الشديد. من أشهر المواقع السياحية هنا بمنطقة إيمو الزنكندر هي عين السلطان. من منا لا يعرف عين السلطان؟ ومن منا لا يعرف يعني الجمالية ديال هذه المنطقة بطبيعة الحال، واللي كيقصدوها المغاربة من كل المدن. للأسف هاد الضايع اللي كان فيها الماء كيجري، وعاد جينا هادي واحد الشهر ودرنا تغطية المباشرة. للأسف الشديد نتفاجأ اليوم بأن المياه مبقاش كتجري هنا في المنطقة ديال عين السلطان بطبيعة الحال، وما عرفناش الأسباب الحقيقية وراء هاد الجفاف اللي ضرب هنا هاد المنطقة السياحية بامتياز. كانوا يعني هنا قوارب، كانوا كنعيطوا لهم باخرات، كانوا مجموعة من الأمور. كتشوفوا كيفاش الحركة توقفات للأسف الشديد، حركة توقفات، ومشهد أقل ما يمكن نقول لأنه صادم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. شنو هي الأسباب الحقيقية خاصة تحقيق في هذا الأمر بطبيعة الحال؟ لكان أمر ديال الله سبحانه وتعالى فغادي نرضاو بالقضاء والقدر، ولكن امر اللي دبرو شخص معين فهنا يجب فتح تحقيق في الامر بطبيعه الحال. انا ما نكذبش عليك، كنت تحدثت ومتاثر بزاف لانني جيت وشفت كيفاش كانت الحركيه، كيفاش كان الرواج، كيفاش كانوا الناس فرحانين، كيفاش المنطقه ديال عين السلطان كانت الماء كيجري. وصورت على القناه ديال شوف تيفي، وديروا غير عين السلطان لا على اليوتيوب ولا في الفيسبوك، ديروا عين السلطان شوف تيفي غادي يطلع لكم الروبورتاجات اللي كنت كنجي كنصور هنا في هذا المكان. والان تفاجات، وكانوا حتى العيالات كيصبنوا في ذاك الجهه اللي كانوا الناس كيستمتعوا والعيالات كيصبنوا. دابا الان ها انتم كتشوفوا منطقه اصابها الجفاف للاسف الشديد. شنو هما الاسباب الحقيقيه وراء هاد الشيء اللي كتشوفوه الان؟ هنا كيطرحوا مجموعه من العلامات الاستفهام. في نظركم انتم متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي، شنو هي الاسباب وراء هادشي اللي وقع الان هنا في عين السلطان؟ شو هي الاسباب في نظركم؟ غادرت المياه وبقات فقط البقايا ديال الخش، وبقى الحجر، بقى الركود. الركود اصبح هنا، فالله يكون في عوان الناس اللي كانوا خدامين من هذا الموقع السياحي بطبيعه الحال. في ذاك المكان بالضبط كانت المياه كتجري. بارطاجيو على اوساني الطاق، ما بغيتش يكون هذا البث مباشر للفرجه والمتعه، وانما للعبره وباش توصل الرساله للمسؤولين حول الاسباب الحقيقيه ديال الجفاف هنا في المنطقه ديال عين السلطان. كل شيء بارطاجي، الله يجازيكم بخير، نوصلوا الصوت ديال المواطن ونقربوا كذلك متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، نعرفوا الأسباب الحقيقية وراء هادشي اللي كنشوفوه الآن واللي صدمكم وصدمني. أنا براسي مصدوم لأن ما كنتش كنتوقع، ربما قلت غندير جولة في مدينة من أبرز المواقع السياحية اللي كاينة في مدينة ديال إيمو الزنكندر، وكنت غادي معكم يعني في جولة في شوارع إيمو الزنكندر. فكنتفاجأ وشفتوا كيفاش وقفت السيارة وقلت الماء ما بقاش كيجري. تسألت قلت هذاك الجهة هذاك الواد كيكون هابط الماء من تما، إذا شي حاجة وقع. منين كنجي لهنا لعين السلطان كنتفاجأ لأنه أصابها الجفاف، واش بفعل فاعل أو القضاء والقدر ديال الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو السؤال المطروح. وهنا حنا كننقلوا الواقع، وما على السلطات المعنية إلا تفتح تحقيق في هذا الأمر بطبيعة الحال، وتعرف وتعطينا الاسباب وراء هذا الجفاف اللي اصاب المنطقه السياحيه ديال عين السلطان، واللي خلى يعني كل شيء توقف. العجله السياحيه هنا توقف بطبيعه الحال، كل شيء توقف.
كلشي توقف للاسف الشديد. شوفوا كيفاش الحياه توقفت هنا في المنطقه ديال عين السلطان السياحيه للاسف الشديد. هنا في هذا المكان بالضبط كانوا كيصبنوا العيالات، كنا جينا صورنا وكان العيالات كيصبنوا. القران الكريم كاين ايه وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. صراحه الماء هو الحياه، لما كانش الماء ما كاينش الحياه. شوفوا كيفاش توقفت الحياه هنا في المنطقه ديال عين السلطان بطبيعه الحال، المنطقه والموقع السياحي الكبير اللي كانوا كيقصدوا المغاربه هذا المكان من اجل الاستجمام ومن اجل يعني باش يستمتعوا. للاسف باش نهضروا مع شي واحد فما كاين حتى واحد هنا، انتم كتشوفوا المنطقه خاويه. اللي غيعطينا التصريح اللي غادي نتفاعلوا معاه، كان وعدكم غادي نرجعوا ان شاء الله في قادم الايام وغنديروا روبورتاج وغنتحدثوا مع الساكنه ديال هذه المنطقه. الان سوف نكتفي فقط بهذا اللايف، ولكن نعدكم على اننا ما غاديش نسكتوا وغادي ننقلوا لكم بكل حياديه الصوت ديال المواطن هنا. ماذا يقول المواطن هنا في المنطقه ديال عين السلطان في ايموت زركندار بعد الجفاف اللي اصاب احسن موقع سياحي في ايموت زركندار بامتياز هو عين السلطان؟ ما كاينش شي موقع اللي غيقصدوه المغاربه غيجي لايموت زر وما غيعرفش يعني عين السلطان. شوفوا الان عين السلطان كيفاش رجع. واش غادي ما فهمتش ما فهمتش واش هذا الماء؟ حنا كنطرحوا فقط اسئله، حنا جينا لقيناها جافه. واش وقفوا الماء باش يصوبوا هذه الارضيه هذه باش يصلحوا يديروا اصلاحات؟ واش ما عارفينش. حنا كنحاولوا نجاوبوا على الاسئله، وبطبيعه الحال غادي نبقاو مواكبين هذا الشيء. واش غتصلح عين السلطان وغادي يحيوها من جديد وغتكون داكشي اللي كنتمناه وداكشي اللي بغيت؟ وصراحه بصدق نتمنى يكون هذا الاقتراح هذا وهذا الفرضيه هذه، نتمنى يكون على ان خواو عين السلطان باش يصلحوها. نتمنى من القلب كنتمنى تكون هذه الفرضيه وما يكونش شي حاجه من غير هذه الفرضيه هذه، لان غادي نفرحوا ذاك الساعات. لان كنت سمعت على ان كاين مشروع هنا ديال الاصلاح ديال عين السلطان، ما عرفش واش يتعلق الامر بهذا المشروع واقتربت الاشغال من انطلاق عليها خواوها وغادي يصلحوها، ما عرفش. هادو اسئله تطرح وخص الناس المسؤولين هنا ديال ايموت زركندار خصهم يخرجوا يوضحوا للراي العام وللصحافه وللمواطن شنو واقع، شنو واقع هنا في عين السلطان. خاص وحتى الاعلام، حتى الاعلام. خويا واش خوات علاش خوات من الماء؟ واش غيصلحوها ولا كيفاش غيصلحوها؟ شحال في عمرك اخاي؟ 21. واخا دوز معايا، دوز معايا. شنو غنقول لك؟ اي شنو هذا المال اللي خوا مناش؟ ما عرفت اش غنقول لك والله. واش غيصلحوها؟ واش الجفاف؟ واش شنو هو؟ والله ما عرفت. انت مساكينه هنا؟ حاليا في مزار. دابا نعم نعم نعم. واخا 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 انت معنا في هذا البيت. حنا شوف حنا غنديروا التحقيق ديالنا بطبيعه الحال وغنعرفوا الخبايا ديال هذا الشيء. ما غنسكتوش شيء، غنديروا التحقيق الصحفي ديالنا على القناه ديال شوف تيفي بطبيعه الحال. حنا في القناه ديال شوف تيفي ومعك في البث المباشر. كان المهنه في شهر 4 وانا عاد جيت لاش شهر 4، هذه دي واحد الشهر كان المهنه، راه عاد درت هنا بث مباشر. كان شي شويه كان شي شويه. نعم واخا خويا غنسولوا غنشوفوا شنو كاين. الله يسهل الامور اخويا، الله يسر الامور. اذا انتم كتشوفوا متابعينا ومشاهدينا الكرام، لا حول ولا قوه الا بالله. الشيء اللي غادي نقول شنو ممكن نقول اكثر من هذا الشيء؟ كل شيء واضح وباين. نتمنى يكون الخير القدام. الشيء اللي غادي يمكن نقول وغادي نختم هذا البث المباشر. الى اللقاء بكم في بث مباشر اخر. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.